قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة. وفي لقاء خاص لإكسترا نيوز أكد مدبولي سعي الحكومة إلى تحقيق كل طموحات المواطن المصري. تقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير لتجديد الثقة في بتكليفي في رئاسة الحكومة الجديدة. والحقيقة ده يعني بيلقي على عاتقي أنا وزملائي طبعا من أعضاء الحكومة مسؤولية كبيرة جدا 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 إن إحنا نكون على قد هذا التكليف ونلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري والمواطن المصري في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا كلنا بنعيشها وبنواجهها النهاردة على المستوى الخارجي والداخلي. والحقيقة يمكن كان محور بناء الإنسان من أهم المحاور اللي يعني كان واضح جدا في خطاب تكليف فخامة الرئيس ليا بتشكيل الحكومة إن يكون على رأس أولويات عمل الحكومة وبالذات في قطاعي أو ملفي الصحة والتعليم. ولكن طبعا بقية الملفات الخاصة ببناء الإنسان سواء الثقافة شباب والرياضة تجديد الخطاب الديني كل دي الحقيقة كانت يعني واضحة تماما في خطاب التكليف. وعشان كده الحقيقة يمكن من ساعة ما شرفت بتكليفي بهذا الموضوع وأنا يعني مع فريق العمل وطبعا مع السادة الوزراء اللي تم تكليفهم بالانضمام للحكومة ان احنا بنضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع عشان نحقق فيه فعلا يعني كل الطموحات اللي كان دايما المواطن المصري بيأملها.